soldato abortito. ليش هيك عم تقلبها؟ وينه المختار؟ شو بدك منه؟ فوت فوت نادي له فوت. قلي شو بدك منه الأول؟ أدهم شغلي معه مو معك. هيك لك؟ هي هيك. فوت نادي له خلصني يلا. اختار معنا. ماشي رايح شوف وينه. راشد! المرة جيت لهون ودقيت الباب ومشي الحال. مرة تانية مالك جاي لعنا. رحمن ولا بهمك طريقتي. برجع بقول لك شغلي. بس إذا بعرف إنه لك إيد بالقصة رح أجازك. هي قصة ما بتحكي عنها. بعدين رح تعرف. السلام. مين كان على الباب يا ماما؟ احكي شو صاير؟ خالدية هاي غرفة. حاضر ابن عمي. مرني تقبرني. بتعرفي مين كان على باب البيت؟ لا ما بعرف مين كان. ما بتعرفي مين كان على باب البيت وليك؟ وانا شو بدي اعرفني ابن عمي؟ يا ماما تعال احكي لي شو اللي صاير؟ يا مو الله يرضى عليك يا مو. ما بينسكت علي يا ابنو. انا ما حبيت كبرها يا ابي، ولا كنت بدي اشخط سكينه طلع له كرشه لبرا. اوعك ادهم، اوعك تعملها، اوعك تبلي حالك معه فهمان. شو ما عملها يا ابي؟ مع واحد عم يجي على باب البيت عم يسال عنك ومو قصدك انت، مو قصدك انت. ومين قاصد لك؟ قاصد خالدي. الله لا يوفقه لا يوفقه، ولك هدول بدهم تكسير راس. سمعينا روينا خليني خالو، هيك كسرت ما بتنحل بالاقناع والعيار. لك عمي شو بتنحل ابن عمي؟ بدها تروي، بدنا حال نفكر فيه. متى ما فكرنا بعالنا وعرفنا انه راشد هو اللي جاي لعنا على بيته قاصدنا، ساعتها بنعرف كيف نتصرف معه. بده قتل يا ابي، بده قتل. لك رح نقتله، رح نقتله، بس مو انت، انا بتصرف بعدين. مين بده يقتله يا ابي؟ ولك هلا لا تحكي شيء، خلينا نتأكد من جايته لعنا وشو كان بده مني، وبعدين لكل حادث حديث. أما هلأ أنت عدوي يا راشد، عدوي الكبير، وما رح أتكت لك على أي غلطة بدك تعملها معي. غير علي كثير يا عمو. وليش متغير جوزك؟ ما بعرف، انقلب الفرد قلبه، تقولي عدوته ما عاد قدرت اسمي قدامه يا مو. يو، وشو اللي قلبه؟ الله لا يسامحه يا حق. منو ها؟ راشد يا مو راشد. يو، شو بو راشد؟ امبارح اجى لعنا على البيت ودق علينا الباب. يي الله لا يوفقه، شو جابوا لعنكم؟ شو بده هالقليل القصر؟ قال بده يشوف عمي المختار، بس انا عرفت ليش اجى لعنا، والله عرفت. شو عرفتي؟ بده ياني يا مو، بده يشوفني. إيه. الله لا يجبر بخاطره. قال بدك ياني يا براشد. أنا بدي إياك يا مختار. إيه، وبعت ابنك عم يدق باب بيتي. ولو؟ إيه إمتى صار هذا الكلام؟ امبارحة، ابنك إجا لعندي ودق الباب قال بده ياني. شو يا براشد؟ ما عندك علم؟ ولا ما قال لك منشان شو بده يشوفني؟ يا ابو ادهم، الولد قال لي بده يشوفك، ما قال لي بده يروح لعندك على البيت. وهي عرفت. وانت بتعرف مين ساكن معي يا ابو راشد؟ بعرف بعرف. الله يرضى عليك يا ابو راشد، ما في داعي ابنك يجي لعندي ويدق الباب. في مضافه شرف يجي لعندي. ماشي ماشي، على راسي كلامك، ماشي. يا ريت يا ابو راشد تبعته لعندي مشان اعرف شو بده. منشان ما تكبر القصه بيناتنا. وصير شيء مانو بالحسبان بيننا وبين افكاري. ولا يهمك، ما بصير غير كل خير ان شاء الله، ما بصير غير كل خير. باين ما راح يصير خير يا ابو راشد. شو قصدك يا ابو ادهم؟ يلي بيطلع عن طورة وبيعمل يلي براسه
وبيجي لعندي على البيت بدون علم ابوه، معناته ما راح يصير خير ابنه. خلاص حقك على راسي، على راسي من فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. طيب يا يعني. انت شلون طلعتي خالديه لبيت اهلها بدون ما تقول لي؟ يابا المخلوقه صار لها شهر ما شافت اهلها، بعدين مو من حقنا من نعمه تشوفه. شو البيت بحاره. ولو يابا انا لازم اعرف. خلص يعني خلص، المره الجايه رح اقول لك. الله يرضى عليك، قوم روح جيبها من بيت حمك. ما لي رايك، ما لي رايك. ليش يا امو ما لك رايك؟ يا امو ما بعرف ليش حاسس حالي ماني طايق على الحاجة، ما عم بقدر اشوف قدامي، ما عم بقدر. طول بالك يا امو، طول بالك. بعين الله يا امو. بعرف يا عبيد من مستورة متجوز، بس انا ما رحت لهنيك مشانها. ولو كان مو مشانها، بس ما بصير تروح لبيتها. عيب يا ابني، عيب كبير عيب. هذا اللي صار يا ابي، ما شفت حالي غير عم تبكي. كنت بدي اشوف المختار واساله كيف بتموتني وانا لساتني عايش. اي ما كان لازم تروح لبيته الا اذا بدك الناس تحكي علينا بالغلط. هذا اللي صار. اي وما كان لازم يصير، ولازم تصلح غلطك راشد. وشلون بدك يعني صلح غلطي يا ابي؟ بتروح لعنده على الديوان وبتطلب منه السماح على عملتك السوداء هي. بدك يعني روح استسمحه للمختار يا ابي؟ ايه بتروح لعند المختار وبتستسمحه لانه انا عملته غلط. غلط غلط راكبك من راسك لاجريك. لا المختار هو اللي لازم يجي لهون يستسمحنا، ولعنده ماني رايح. راشد شو عم تحكي انت؟ مثل ما سمعت، مثل ما عمل لك يا بي، المختار اللي لازم يجي لعندك ويقول لك كيف موتني وانا لساتني عايش. راشد عم تعصي امي يا راشد. معاذ الله اعصي امرك يا راشد، معاذ الله. بس وحياتك عندي محروق قلبي من جوا. طيب واخر كلامك، بدك تروح لعنده ولا ما بدك تروح؟ سامحني روح لعنده ماني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما له حق يجي لعندك بدق بابك لك ادهم؟ شو ما عنده شرف هالواطي حتى استرخص شرفك؟ والله لو ما مسكت حالي لكنت قدت على باب صقاق. يخرب بيتك يا راشد، شو ما بتفهم؟ لك العمى بعيون العمى. بيرضاها على حاله تروح انت لعنده وتدق بابه؟ شو بدك تحكي مع واحد قليل كرامة وشرف؟ قليل شرف وكرامة على حاله عمي؟ وانا هلا عرفت ليش كان عمي ابو دهم قالب وشو عند عمي ابو راشد. وحياتك ما رح ننساله اياها، لا لاله ولا لابوه. هاد بده ترباي. نحن رح نربيه احلى ترباي. جاهزين. لك انا لازم اروح على بيت عمي ابو راشد مشان انزع عيشتهم واحد واحد على فعلته لهذا الواطي. وانا بعرف شغلي مهم، طمن بالك. وانا معك عمي ادهم، معك شو ما صار يصير. الله يحييك بفوز. خذ لنا طريق عمي. الله. يا الله طريق فاضي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.